مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، مساء النور، مساء السعادة. أنا أسف للتأخير، يمكن شويتين ديل لظروف خارج الإرادة. سعيد إنه نكون معاكم الآن مع شمس الغاية جديد. لايك وشير، نخلي الناس تسهر عشان عندنا مواضيع كثيرة جدا جدا. طيب، اليوم يعني حنشتغل، عندنا دوري ممتاز، عندنا الهلال لاعب بكرة مع صن داونز، مباراة تهم الهلال كثيرا وتهم المريخ ومباراة تهم الشعب السوداني بشكل عام، لأنه بداية المشوار الأفريقي، بداية إيه؟ بداية المشوار الأفريقي للغمة، و اللي تبدا بمباراه الهلال. الهلال لاعب مع صن داونز، اكيد تهم المريخ ايضا، لانه المريخ ايضا حيلعب مع صن داونز بعد كم يوم. بعد كم يوم في قول معي يا كابتن شيخ، في استاد السلام، الا اذا طبعا، الا اذا دي ممكن تلعب في استاد الهلال، ممكن ممكن، وارد بشكل كبير جدا جدا، لكن الموضوع سابق لأوانه. لكن هنتكلم عن المباراة، تفاصيل التفاصيل والتفاصيل الكاملة ليها. نتكلم إن شاء الله عن الدوري الممتاز، 7 مباريات غدا، تحليل تفاصيل موقف الفرق، وبعد ذاك عندنا المريخ أيضا أخبار خاصة، وبعد ذاك عندنا الدوري الممتاز وخبر حصري وخاص به مع شمس، خبر حصري في قناتين قدموا رسميا لبث الدوري الممتاز، وفي قناة قدمت عرض مالي قوي جدا 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 لبث الدوري الممتاز من شركة كابيتال، وفي ممكن تظهر قناة ثالثة، وارد. لكن خلونا شنو اليوم، يعني في صفحة الصديق العزيز مدرب الكبير البرنس، وانا لايك وشير لانه الليله اللايف مهم جدا جدا، الكابتن محمد عطا فخري، نجم النجوم محمد عطا فخري، اللي هو مدرب العام لهلال الفاشر، في مجموعه عبره اللي فيها 4 فرق موجودين بيلعبوا في استاد عفوا الابيض، الهلال الفاشر، هلال الابيض، اهلي الخرطوم، وعندك حي العرب بورصه. عملوا لفته اكثر من رائعه، اكثر من جميله. الاجهزه الفنيه للفرق الاربعه، كابتن صلاح مداد مدير فني للهلال الاهلي الخرطوم وجهازه المعاون له، كابتن معتصم خالد وكابتن محمد عطا فخري والجهاز المعاون له لفريق الهلال الفاشر، كابتن خالد بخيت والجهاز المعاون له في حي العرب والسودان، والكابتن محمد موسى والجهاز المعاون له في فريق هلال الابيض. لفته لفته بنفتقدها كثيرا جدا جدا. برافو برافو محمد عطا فخري، والله يصفق عليها محمد عطا ده يا اخوانا. انا شهادتي فيهم مجروحه، لكن يفترض انه يكون وزير الرياضه في البلد دي، لو في حد عايز يطور، لو في حد مسؤول وعايز يمشي بالبلد قدام ويخطط، لو في حد عايز السودان يمشي قدام، يجيب محمد عطا فخري وزير الرياضه. حيجي واحد يسال هو وزاره الرياضه علاقاتها شنو بالموضوع؟ ما يجي رئيس اتحاد. لا يا عزيزي، نهضة في أي بلد بتبدأ بوزارة الرياضة، اللي هي بتعمل إيه؟ بتعمل مدارس التكوين، بتعمل الأكاديميات، بتعمل الملاعب، بتعمل البنية التحتية، وبعد ذاك مع اتحاد الكرة بيحاول يطور منافسة الدوري والمنتخبات الوطنية. لكن اتحاد الكرة ما مسؤوليته على الاطلاق يعمل استادات، هو مسؤوليته يطور منافسه الدوري ومنافسات المراحل السنيه في الاتحاد، ودور الشباب، الناشئين، البراعم، الجمهوريه،
وغيره عن طريق المناطق الفرعية، لكن الأساس هي وزارة الرياضة. مساء النور والسعادة والسرور لكم كلكم. محمد عطا فخري، مبادرة رائعة جدا جدا، أجهزة فنية أكثر من رائعة، هلال لبي جهاز فني راقي، حي العرب جهاز فني على مستوى، هلال الفاشر نفس الشيء، أهل الخرطوم ديل بكرة لاعبين مع بعض. تخيل معي لاعبين مع بعض، لأنه يا أخواننا ببساطة ببساطة لا يوجد سبب واحد بخليك أنت تتعصب، لا للهلال ولا للمريخ ولا للموردة ولا هلال الربيض ولا أهل الخرطوم ولا هلال الفاشر ولا حي العرب ولا هلال الساحل ولا الخرطوم الوطني ولا الأمل عبر ولا غيره، لأنه كله أحمد وحاج أحمد، أحمد وحاج أحمد، كله غلط في غلط. فلو جيت سألت واحد يعني هسه مثلا في اللايف ده، حدت القبس جاي يشتم يشتم، بس ما عارف الشتيمة هذه بتلف وتلف وترجع لك عشان زول انتقدوا او انتقد زول على طول، ها انت، ويتعصب وينفعل. يعني مثلا انا جاني تلفون من المملكة العربية السعودية، ردت برد علي تلفون، دي طبيعتي يعني. لايك وشير يا اخوانا، لانه في ناس قالوا عندهم قطع عايزين لايك وعايزين شير، فضرب لي هاي شيء كده يعني، انا قلت شويه كده وحيطب، يعني شويه وحيطب، فقلت لا هدي نفسك رب، ولما راقوا فيه والحاصل اعتذر لي. فانت بتنفعل، انت الخسران، انت الخسران، صحة دي ملكك انت، لا ملك هلال لا ملك مريخ لا ملك موردة لا ملك جزيرة فيل لا اهل خرطوم لا اهل مدني ولا غيره من الفرق، دي صحتك. ما تقول لي والله احنا من قمنا كده وما بنقبل، لا معلش حبيبي، معلش يا حبيبي وصديقي العزيز، اما انت موت والله حيفقدوك اهلك، بس عشان ما تضيع زمنك واولادك لو عندك اسرة يعني، لكن لا الهلال بيقيف ولا المريخ بيقيف ولا غيره، مسيرته حتكون كاملة. والله حيذكروك يوم يومين ثلاثة أربعة يوم، وكل سنة أنت طيب، ما فيش حد بيجيب سيرتك ذاته، والله بيذكروك عشان يدعو لك ذاته، عشان بس تريح نفسك من الآخر. فالتعصب يا إخواننا ما في داعي له، والله ما في داعي له، خاصة في دو في بلد زي السودان وفي مستوى كرامي زي المستوى بتاعنا، فبلاش تتعصب بلاش. طيب هنا في قطع شديد، واضح انه فيه هجوم على اللايف، فيا ريت لايك وشير، لايك وشير لو عايزين اللايف يستمر، لو ما عايزين على كيفكم، لايك وشير، حاجة دي في ملعبكم انتوا يعني، لايك وشير، انا ما شايف لايك ولا شايف شير يعني، عشان شنو؟ اللايف بيتهاجم بشكل عنيف، انا ما عارف، في ناس وروني يعني انه هم حيوقفوا اللايف وكده، بيوقف ربنا ما في حد بيوقف يعني. طيب حلو فون انه جوك بشجاعة كبيرة. طيب نمشي نبدأ اخبارنا عشان الزمن وكده، نبدأ بالهلال. هلال صن داونز غدا الساعة 6:00 مساء في ملعب صن داونز في جوهانسبرج، اجتماع الفني اتعقد، طاقم تحكيم، حكم تقريبا زامبي رغم متأكد منه، المهم مراقبين البتاع، كل الدنيا ترتيبات اكتملت. خبر جميل جدا جدا ومفرح للهلال، المباراة غير جمهور، مباراة من غير جمهور، ودي حاجة كويسة جدا جدا، لأنه يعني عدم وجود الجمهور ده بيخلي الفريقين إنه يعني ما بخلي فيه، لأنه الجماهير دي يا إخواننا بتقطع الملعب، جماهير بتقطع الملعب، والجماهير دائما بتصنع الفرق، وهي اللاعب رقم واحد ما 12 تاني، جماهير هي اللاعب رقم واحد وليس رقم 12. فعدم وجود الجماهير ما بدي اي اعذار للاعبي الهلال، ما في اي اعذار للهلال اللاعبين ولا للجهاز الفني، لانه انا شايف انه اداره الهلال وفرت كل المطلوب، كل المطلوب للجهاز الفني، معسكر في القاهره، معسكر في جوهانسبورغ، معسكر في الخرطوم، صفقات كل انت طالبه جابوها لك، اجانب، محليين، كله يعني، ان صح طبعا انه الاجانب جو بيطلب من الجهاز الفني حسب ما صرحت ادارة الهلال، لكن ده كلام انا ما بصدقه ولا بدخل راسي على الاطلاق. وهتقول لي انه مدرب، ما في مدرب بيجيب في السودان ده، بنجيب برانا وبنقول المدرب قال بتاع، لما اللاعب يطلع
المدرب ما يلعب اللاعب بعد ذاك والله اسرع ما اسرع وما عارف الحتوته اللي كله كل يوم دي. فالمبادرة يا اخواننا في نبذ التعصب يعني، عشان بس في ناس بتسأل المبادرة. وكان حكم بوتسواني هو حكم المباراة، حكم يعني تاريخه ما كويس على الاطلاق، لكن اتمنى انه الهلال يتعامل مع المباراة بشكل كويس. طيب الهلال استعد بشكل جيد، بيقابل فريق اكثر جاهزية من الهلال، فريق صن داونز، لانه كان لعب دوري، وقف الدوري شهر، لعب طوالي كاس جنوب افريقيا، وبعد ذاك لعب مباراة ومباراتين في الدوري قبل مباراة الهلال. الهلال آخر مباراة رسمية قبل 4 شهور، يمكن كانت دوليين موجودين مع المنتخب في المغرب، وبعد ذاك تم تصفية المنتخب، مشوا في لعبوا بطولة العرب، تم تصفية المنتخب ومنتخب جديد، يمكن 3 عناصر أو 4 عناصر من الهلال كانت بوجبا وبعشرين ومحمد عبد الرحمن وجمعة قلق وعبد الرؤوف، 5 عناصر، 4 عناصر هي موجودة مع الهلال الآن في جنوب أفريقيا، لأنه جمعة قلق بقرار أقرب من الغريب، بقرار من 7 المستحيلات يكون فني، ولو كان من المدرب صدقني المدرب ده كل سنة وأنت طيب، لأنه حاليا في السودان صراحة لاعب وسط جوكر عنده مرونة تكتيكية كبيرة جدا، بيجيد في أكثر من خانة زي جمعة قلق، ما في ولا نخلص الموضوع يعني. حتى في وسط الهلال لاعب بمواصفات جمعة قلق ما فيش يعني. جمعة قلق حاليا بكرة الهلال يعني التشكيلة المرشحة انها تلعب محتاج جمعة قلق في عمق الملعب، لانه جمعة قلق من افضل اللاعبين في السودان اللي بيفتكوا كرات. المنتخب جهز جمعة قلق بشكل كبير جدا جدا، بيجيد افتكاك الكرات والتسليم والتسلم والتمركز، وبجانب كده اللياقة البدنية العالية جدا 90 دقيقة. كتفاجأنا بقرار غريب جدا جدا من الإدارة من الجهاز الفني بإبعاده من الكشف الأفريقي، وما استفاد الهلال في سقطة إدارية كبيرة جدا جدا، يجب أن يحاسب من ارتكب هذا الخطأ على. لكن احنا عندنا ما فيش حد بحاسب يعني، اللي هو الزول اللي دخل 6 أجانب وعارف اللائحة 5 أجانب، وأبعد جمعة قلق في قرار أقرب من الغريب. المتضرر الأكبر فيه كان الهلال، لأنه لما تفقد لاعب بقيمة جمعة قلق وتترك وعندك خانة فاضية في أفريقيا، ده قرار أكيد غير منطقي وغير مقبول، وكان فيه تخبط كبير جدا جدا. على العموم من أنه يعني قلق غيابه، هو ما لعب مع الهلال، لكن كنت أتمنى والله إنه يكون موجود على الأقل متاح في دكة البدلاء. الهلال تشكيلته الأقرب أو المؤكدة لحد اللحظة، ما لم يحصل جديد، خذ مني ما لم يحصل جديد، أبو 20 في حراسة المرمى مؤكد، وتارا وإيرين في خط الدفاع، ظهير أيسر فارس عبد الله، ظهير أيمن صلاح عادي، إلا إذا بدل قام موفق، لكن سموئل خارج حساباته. سموئل لعب مباراة ودية واحدة فقط كانت في الخرطوم هنا، والمباريات اللي في جنوب افريقيا الثلاثة كان صلاح عادي الاساسي، وبينزل بديل موفق، وموفق يعني حينزل بديل لصلاح عادي حسب مجريات المباراة. طيب صلاح عادي اللاعب نمرة 5 أو نمرة 6، لاعب بارتكاز ثابت او يعني بيجيد يعني مهمته قطع الكرات، بيجيد بشكل كبير جدا ومميز جدا افتكاك الكرات، وايضا يعني ما بيخلي الخصم يمرر، دائما بيخرب كرة الخصم يعني من الاخر كده، فبالبلدي كده فلو يعني في يعني ما بخلي الخصم يلعب بأريحية. لاعب في المانتو مان دائما يعني بيكسب، لانه لاعب بدنيا قوي جدا جدا. عيبه بطء في خانته في محور الدفاع الوسط، يعني ما عنده مشكلة، لأنه يعني وظيفته ما متطلبة مرونة وسرعة كبيرة، لكن في الناحية اليمين يعني حسب معلوماتي إنه هو ملعب يمين، عشان ما الجنوب أفريقيا عنده وينج، عنده جناح شمال سريع جدا جدا، فعايز يوقفه، لكن دي برضه مخاطره كبيره جدا جدا، لانه تكتيكيا كده انت يعني
في سلاح بتاع سرعات، ففي سلاح السرعات صلاح سلاح السرعات وصباغ السرعات صلاح عادل هيكسب، لكن نتمنى انه صلاح عادل لو بدا هو يأدي بشكل جيد وغوي، لكن موفق يعني حسب رايي ممكن يكون انسب اكثر جاهزيه للمنطقه دي. فارس عبد الله عنده خبرات كبيره، الدفاع فيه انسجام كبير، الثلاثه ديل وصلاح عادل ده حسب اخر ثلاث مباريات وديه يعني صلاح عادل، لكن انا صلاح عادل ما اجزم له بنسبه 200% اساسي، لكن حسب اخر ثلاث مباريات وحسب التمرين الرئيسي للفريق. طيب وسط الملعب جيرارد فيري واللاعب النيجيري جاجو و بوب، ثلاثة لاعبين دول مميزين جدا. يعني عبد الجليل النيجيري ده انا ما اتفرجت عليه في مباراة كاملة، فبالتالي ما بقدر احكم عليه او بقدر اغيمه. في السي في بتاعه بيقول انه لاعب كبير. اول ما اجي في نفس اليوم اللي انضم فيه يدخل بديل في مباراة واضح انه لاعب جاهز ويعني ويلعب المباراة الودية، واضح انه هو لاعب كبير لاعب كبير. جيرار فيري شفناه لاعب مميز جدا جدا جدا، وبوجبا نفس الشيء. الثلاثة ديل مميزين جدا جدا في نقل الكرات وفي الاستلام والتسليم، لكن حسب ستايل اللاعبين الثلاثة ديل ممكن اللاعب يعني يكون في مشكلة، ممكن تظهر مشكلة. طبعا دي حاجة لسه نحن ما شفناها، لكن ده تحليل او توقع يعني ممكن يحصل وممكن لا، يعني عشان نحن برضو ما بنعلم بالغيب يعني. فالحتة بتاعت اللاعب الارتكاز اللي بيفتكر الكرات ممكن تكون ما موجودة في الثلاثة ديل، لانه بوجبا لو لعب اخر واحد في الوسط بوجبا لاعب ارتكاز ثاني، لانه بيصنع بيستلم بيسلم بينقل الهجمة بسرعة بيصنع. نفس الشيء جيرار، وجيرار تعاقد الهلال معه كان كصانع العاب يعني محور ثاني، وجاجو صانع العاب، يبقى عبد الجليل هو صانع العاب، فبقى الثلاثة ديل ممكن يفتقدوا اللاعب الغندو قيمة دفاعية وبيفتك الكرات بشكل مميز، ممكن تحصل مشكلة. لكن نشوف طيب هنا في ناس سألوا السؤال، يعني قالوا انه التحليل في موضوع اللاعب النيجيري في صفوف الهلال عبد الجليل، انا قلت واضح انه لاعب كبير عشان المدرب لعبه طوالي، فانا قلت اللاعب ده دي المشكله انه انت تاخذ جزء من الكلام وما تفهم الكلام كله. اللاعب ده قلنا عنده سي في قوي جدا، وردي حسب السي في بتاعه لاعب كبير، يعني انا ما جبت حاجه من عندي يعني. فالمهم نتمنى التوفيق، فنتمنى انه دي يعني يكون في يعني الثلاث مهام الدفاعيه بشكل كويس، لانه برضه عندك فريق سان داونز عنده وسط قوي جدا جدا. في المقدمه الهجوميه محمد عبد الرحمن ثابت، ياسر مزمل، والنيجيري ابراهيم. ممكن من 4-3-3 يكون في لاعب وسط رابع ويرجع ل 4-4-2. دي التشكيلة الأقرب للهلال أو المتوقع بشكل كبير جدا جدا، ممكن لو فيها تغيير بيكون طفيف جدا. بعد ذاك عنده 5 تبديلات ممكن ديل اللي يدخلوا في الشوط الثاني أو حسب مجريات المباراة. الهلال حيواجه خصم شرس جدا، مباراة صعبة للغاية. إذا تعامل الهلال أعتقد مع المباراة بك يعني أو قسمها لأجزاء ممكن يطلع بنتيجة كويسة، لأنه في أفريقيا بشكل عام وفي جنوب أفريقيا بشكل خاص
في تسرع رهيب مع مرور الزمن. يعني ولاحظ لسان داونز الموسم الماضي فريق بيمسك كورة بشكل كويس، فريق بيفتك الكورة بسرعة كبيرة، بينقل الكورة بشكل جميل جدا جدا، سريعين جدا في التمرير. إن شاهدت لهم يعني أجزاء من المباريات في اليوتيوب. لكن فريق بيعاني دائما في اللمسة الأخيرة بسبب الاستعجال. فالهلال لو قدر إنه الشوط الأول خلص متعادل وبدنيا كان الهلال جاهز، أعتقد إنه الهلال يقدر يجيب نتيجة كويسة. إذا الهلال بدنيا جاهز، لأنه الهلال لسه ما لعب رسمي يا أخواننا، قد يكون الهلال عمل إعداد نموذجي ومبالغ فيه، لكن المباريات الرسمية هي اللي بتجهزك 100%. ما فيش ودي بيجهزك، مباراة رسمية بتعادل 3 مباريات ودية حسب كلام الكورة. لايك وشير يا أخواننا، لأنه الناس بتشكي من تقطيع رهيب جدا في اللايف. فبنتمنى التوفيق للهلال. اليوم المباراة بكرة الساعة 6 بتوقيت السودان، منقولة في بينا سبورت، تحليلها حيكون كابتن هيثم مصطفى، بنتمنى له التوفيق. الاستوديو التحليلي حيبدأ من الساعة 5 لأنه في مباريات تانية، بنتمنى التوفيق للهلال. المباراة الثانية في المجموعة اللي هي افترض كان الأهلي المصري والمريخ، الأهلي هيلعب بعد بكرة في كأس العالم للأندية مع فريق الهلال السعودي على المركز الثالث والرابع، والمباراة مؤجلة، لذلك أجلت المباراة. والمريخ لاعب بكرة مع الخرطوم الوطني بالصف الثاني مع الخرطوم الوطني في الدوري الممتاز في جبل أولياء. اليوم رئيس نادي الهلال اتصل باللاعبين بالجهاز الإداري وتكلم مع الرئيس البعثة السيد العليقي ورئيس القطاع، وتكلم مع المدرب وكابتن الفريق. فكان في دفعة معنوية كبيرة جدا من رئيس النادي، وفي حوافز يعني تم الحديث عنها، فالأجواء مثالية. نتمنى التوفيق للهلال، ابدأ بداية قوية، لأنه ضربة البداية أخواننا بتفرق. نحن في مجموعة صعبة جدا جدا جدا، مجموعة صعبة، سان داونز والأهلي مرشحين فوق العادة داخل من المجموعة دي. فلذلك أنت لازم تجيب منه النتائج في ملعب إذا ما أردت التأهل عن المجموعة. واحد تاني حيقول لك يا أخي الهلال، يقول لك الهلال حيغلب المريخ في الكورتين وعنده 6 نقاط. واحد تاني حيقول لك لا، المريخ عنده 6 نقاط، بعد ذاك يغلب الأهلي ويغلب سان داونز يتأهل. لا، سان داونز والأهلي ديل ما تراهن على انك انت حتكسبهم في بلدك، صعب. ممكن تكسب وان شاء الله يحصلوا، والغمة تكسب الاهلي وتكسب سان داونز، لكن دي فرق بتعرف تسافر. اذا انت ما صمدت امامه في بلده وقدرت تجيب منها نقاط ورسلت له رسالة قوية وبسيت الخوف والرعب فيهم، صعب انك تجي تكسبهم في ملعب، صعب. طيب ده بالنسبة لمباراة الهلال. نمشي للدوري الممتاز، 7 مباريات نلف عليها مباراة مباراة وكده. معلش بس عشان الجدول وكده انا حافظه كله، عدد المباريات كبير، فنستأذنكم انه نشوف الجدول. طيب بكرة الأسبوع الثاني بعد ما خلص الأسبوع الأول، طيب بكرة إن شاء الله عصرا في استاد اللبيض الساعة 3:30 أهل الخرطوم وهلال الفاشل. أهل الخرطوم خسر مباراة الأولى أمام هلال اللبيض 2-0 بركلتي جزاء، وقلنا مبروك لكابتن محمد موسى وهلال اللبيض جمهور وإدارة، وكان في حضور جماهيري كبير جدا جدا، والدوري رجع بجمهور. اتمنينا انه تكون المباريات منقوله عشان الناس تستمتع. فعندنا اخبار حصريه بخصوص بس الدوري الممتاز. ف
اكيد يعني الحضور الجماهيري بيفرق في كل مباراه، كلنا عارفين قيمه الحضور الجماهيري. الاهلي الخرطوم بعد تسجيلات قويه جدا جدا واعداد قوي ومدرب كبير صلاح ادم، فما عايز يكرر تجربه الموسم الماضي او الثلاثه مواسم الاخيره انه ينجو من الهبوط في الاسبوع الاخير. لذلك الاهلي يعني مركز بشكل كبير جدا جدا، استعد بشكل كبير ومصمم يكسب المباراه، خاصه انه المباراه الثالثه للاهلي هتكون في الاسبوع الثالث يوم 15 ولا يوم 11، يوم 15 مع الخرطوم الوطني في ديربي العاصمه، ديربي ابناء العام. لذلك اهل الخرطوم حيلعب بشكل قوي من اجل المكسب فقط، اي نتيجه غير المكسب حتخلي على الشكوك تحوم حول الأهل والخرطوم، وإن كان الموضوع ده مبكر جدا جدا ولسه الدوري في بداياته. كابتن صلاح آدم ممكن يجري بعض التعديلات على التشكيلة اللي هتلعب مباراة هلال الفاشر، لأنه هلال الفاشر ما هلال اللبيض بكل تأكيد، هلال اللبيض أقوى بكثير من هلال الفاشر، لكن هلال الفاشر أيضا ليس هو الخصم السهل. وبعدين هلال اللبيض كان كسر عقدة الأهلي، حنتكلم عن الموضوع ده. هلال الفاشر بدأ بالرغم من أنه بدأ إعداد متأخر جدا جدا وفي بعض المشاكل الإدارية، لكن وتعاقد مع مدير فني كابتن معتصم خالد مؤخرا أو قبل بداية الدوري بوقت وجيز جدا جدا، وكان شغال الكابتن الكبير الصديق محمد عطا فخري، ف قدروا يفرضوا التعادل على حي العرب بورسودان. ليه؟ لانه حي العرب بورسودان اكثر جاهزيه كان واعداد وترتيب من هلال الفاشر، ده ما انتقاص من الفريق الكبير هلال الفاشر، لكن حي العرب كان اكثر جاهزيه واعداده بدري وتعاقداته قويه جدا جدا، عكس هلال الفاشر اللي فقد لاعبين مؤثرين جدا وللغايه. فنتمنى انه نشوف مباراه كبيره ومباراة قوية بين الفريقين. المباراة الثانية إن شاء الله مساء في استاد الأبيض، حي العرب بورسودان وهلال الأبيض. حي العرب بورسودان ممكن الحادث اللي حصل وتكلمنا عنه أمس أثر كثيرا على الفريق، خاصة من الناحية النفسية والحاجات التحقيق الجاري وغيره 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 وغيره، هزة كانت كبيرة جدا للفريق من ناحية نفسية. نتمنى إنه يكون هم طلعوا من المود اللي كانوا موجودين فيه ويسهروا بكره بشكل مختلف. كابتن خالد بخيت حيجري تعديل طفيف في التشكيله ايضا. هلال الابيض اللي بدا بدايه قويه مع كابتن محمد موسى اللي قلنا انه التعاقد تم في وقت متاخر، اعداد ضعيف، مشاكل اداريه كبيره جدا، لكن هلال الابيض اثبت ان الكبير كبير وانه ما بيتاثر باي مشاكل وانه فرقه قادره تقيف على رجوله، وقدر كابتن محمد موسى يصنع شكل قوي جدا للفريق في وقت وجز مع وجود لاعبين برضه مميزين جدا في الفريق، يعني دوافعهم بتكون كبيره. انت لما تبدا الدوري وانت منتصر حتبدا باريحيه كبيره، باريحيه مباراتك الثانيه وشويه مرتاح، عكس حي العرب بورسودان اللي عليه ضغوط لانه حي العرب عايز يمثل افريقيا، لكن الدوري لسه ممكن تخسر عشر الدورة الأولى كلها، الدورة الثانية تجي تظهر بشكل مختلف. دي مباراة كبيرة وقوية جدا، وبالنسبة لي قمة الأسبوع، لا قمة العصر، لأنه في أربع مباريات عصر. قمة الأسبوع المريخ والخرطوم. طيب بورسودان الظهور الأول لفريق الشرطة القضارف أمام توتي، توتي المتأزم، توتي اللي بيعاني من أزمة مالية كبيرة جدا جدا، لكن توتي بالرغم من كده لأنه عنده مدرب كبير كابتن كفاح صالح، مدرب كبير، مدرب قدر يعزل الفريق من المشاكل، يعزل فرقته ويزحها بعيد والمشاكل مدورة، وينتزع تعادل من الأمل. عبر اللي أكثر جاهزية وإعداد، اللي أكثر جاهزية وإعداد وتعاقدات وغيره وإعداد من وقت اول فريق بدا في الدوري، فريق استغفر الله الامل عبر. طيب توتي المباراه بالنسبه له بعد النقطه الاولى ادته دافعيه. شرطه القضارف الظهور الاول، شرطه القضارف
ايمن دامبا اول مباراه رسميه له وعملوا اعداد نموذجي في القضارف، لعبوا مع عدد كبير من المباريات الوديه. ايمن من المدربين الشباب اللي قدم نفسه بشكل نموذجي مع فريق مع فرقه هلال الفاشر الموسم الماضي، بيسهر مع الشرطه، مدرب طموح، مدرب ممتاز، بيبدا الموسم بدا اعداد مبكر. فالشرطه القضارف زاد بشري قوي، تسجيلات قويه، كل الناس في القضارف عايزه بدايه قويه. يمكن انت بتلاقي توتي بيعاني من مشاكل، لكن مدربه كبير وفي خامات كويسه برضه في توتي، يعني عناصر منتصر اسهري، منتصر ربيع وغيره، ومازن محمدين، في عناصر حلوه في توتي وفي عناصر مميزه في الشرطه القضارف. دي المباراه الاولى عصرا في بورسودان، الظهور الاول للشرطه، كلنا نترقبه. طيب المباراه الثانيه هلال والامل، عبر مؤجله، والامل اليوم يا اخواننا الهلال لاعب في جنوب افريقيا، الامل اتعاقد اليوم مع كابتن كمال الشغيل بشكل مفاجئ. كمال الشغيل كان تم الاعلان عن تعاقده مع هلال الابيض، نفضوا الاتفاق وبعد ذاك اتعاقد مع الامل. مدرب كبير، مدرب يعني مميز جدا صراحه، ممكن يكون لازم عدم توفيق في بعض الاحيان، لكن كمال فكره مختلف، كمال الشغيل فكره مختلف، راسه ملان كوره، راسه ملان فكر وملان تدريب، ممكن في بعض الاحيان بيخونه التوفيق، لكن مدرب مؤهل، مدرب شخصيه عظيمه جدا 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 جدا. فنتمنى له التوفيق مع الامل. الامل كان يريد هيثم مصطفى، لكن هيثم يعتذر عن قيادة الأمل عبر، وهيثم مركز مع بين سبور بعد النجاح الخرافي اللي حققه. نتمنى له التوفيق. هيثم صراحة في التحليل ماشي بشكل كويس جدا 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 جدا، إن شاء الله نشوفه في الدوريات الأوروبية. طيب نمشي لأستاذ عبر، واد نوباوي وأهلي شندي. واد نوباوي متعادل في مباراته الأولى مع أهلي مرمي، ونتيجة أكثر من رائعة ومميزة لأبناء الكابتن أبو عبيدة سليمان. أبو عبيدة مدرب خبير بالدوري الممتاز، مدرب فريق واد نوباوي، مدرب خبير بالدوري. ممكن يكون يعني أبو عبيدة دائما بيكون بيلعب دور الرجل الثاني، وبيمشي بيلعب في الدوري الأولى وبيشيل دوري الأولى. الآن هو مسك كمدير فني في الدوري، لكن دائما مظلوم، لأنه بيجي بيمسك كابتن أبو عبيدة بيمسك في نص الموسم، في نهاية الموسم، فريق مهدد بالهبوط، ما عارف ايه بتاع كده يعني. فالآن بيبدأ كمدير فني، فدي تحدي كبير جدا، لكن مع فريق إعداده بدأ برضو ما بدري، تعاقداته برضو ما كانت سوبر، يعني العناصر كلها شابة، الخبرات محدودة مع عدا علي جحفر وبعض العناصر، لكن بدوا بداية محترمة. احترم تعادل مع اهلي مرمي، بكره لاعبين مباراه قويه مع افضل فريق في الاسبوع الاول اهلي شندي. اهلي شندي اللي كسب مين؟ كسب الوادي نيالا. غمه الاسبوع الاول كانت الوادي نيالا والاهلي شندي، واهلي شندي قدر يكسب مع كابتن مبارك سلمان، وقلنا عدد عبد المهيم الامين والحاج صلاح ادريس الرئيس الفقري وراعي النادي والداعم الاول له، فدي بتفرق كبير جدا جدا جدا. نتوقع ظهور قوي للفريقين ومباراه كبيره في تحدي كبير جدا جدا. هل يواصل اهلي شندي انتصاراته يكسب للمباراه الثانيه على التوالي؟ وام واد نوباوي عنده كلام؟ نشوف اللي بيحصل. الوادي نيالا واهلي مروي، على الورق كله برشح وادي نيالا، لكن اهلي مروي يا اخواننا فيه عناصر حلوه، يمكن بدوا اعداد متاخر، جهاز فني الامور لسه يعني ما 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 بالشكل المطلوب، يعني ما انت بتفقد كابتن فاروق جبره، لكن في عناصر كويسه، في عناصر خبرات، في عناصر شابه مميزه جدا جدا في اهلي مرو. اهلي مرو والوادي تاريخيا مباراه 50-50. الوادي مع كابتن امير ابو الجاز، وقلنا من افضل الفرق اللي بتلعب كورة حلوة وجميلة وكلكم عارفين كده، لكن يا اخواننا يعني 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 لما تخسر المباراة الأولى بيخلي في شكوك وبيخلي في ضغط رهيب جدا،
فريق لاعب كان ادارته بتقول انه نحن لاعبين على الدوري الممتاز، لاعبين على لقب الدوري الممتاز، فتخسر في المباراه الاولى شك. اخواننا البدايات دائما بتدي دافع، لكن نحن لسه في البدايات. نشوف اهلي مروي حيعمل شنو، واهلي والوادي نياله حيعمل شنو. بالتوفيق للفرقتين، دي مباراتين عبره. في جبل اولياء عصرا كوبر لاعب مع هلال الساحل. كوبر مفاجأة الأسبوع الأول، إذ عادل مع الخرطوم الوطني وكان يفترض يكسب الخرطوم الوطني مع كابتن أمير دامر، أول مرة مدير فني وكابتن فيصل عجب مدرب عام، اثنين زملاء. يمكن كان كابتن فيصل هو كابتن أمير، كان كابتن فيصل في المريخ وكده، ف في انسجام بيناتهم، في هارموني كبير بين فيصل وامير، اثنين يعني نتوقع لهم مستقبل كبير جدا 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 جدا. ويعني هو لاحظ يا اخواننا في الفتره الاخيره معظم المدربين يعني اللي طالعين معظمهم من المريخ، فالمريخ بيطلع يعني مع احترامنا اكيد للهلال، لكن معظم المدربين الطالعين من المريخ. يعني اذا جيت تتكلم عن الطب الان، فاروق جبرة، ابراهوما، تلقى محمد موسى، تلقى احمد السيد، تلقى الان امير دامر وفيصل عجب في الهلال. يعني في الدوري اسم كده. يعني كابتن صالح هذا مدرب خبير، يعني ما لعب في الهلال يمكن في الشباب تقريبا ولا كده، لكن معتصم خالد يعني برضه ما لعب في الهلال. يعني كابتن خالد بخيل ده الطوب في الشباب في الهلال، وحمد كمال عفوا يعني حمد كمال موجود في اهلي مدني. ففي المريخ يعني صراحه كده بيتميز في الحته دي، دائما بيطلع مدربين. يعني الان بتتكلم برضو عن ابو زر الشريف، تتكلم عن عبد المجيد جعفر مكسر الدنيا في التاهيلي، الضوء قدم الخير ماشي بشكل غاوي جدا 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 جدا، فالامور ماشيه بشكل كويس في مجال التدريب. يعني طيب الهلال الساحل فار مدرب مميز جدا جدا، او نادر هابوب عفوا مدرب مميز جدا جدا، وقدر يعمل فرقه محترمه، لكن الخساره في المباراه الاولى خسرتها امام المريخ، يعني حتى لو بالبودره او غيره ده المريخ، فيفترض انه ما تاثر على هلال الفاشر، على هلال الساحل. يفترض انه نفسيا الهلال الفاشل الساحل عفوا يعني يدخل المباراه باريحيه، ويفترض انه الجهاز الفني، انت خسرت امام المريخ ما خسرت امام فريق صغير، خسرت امام المريخ، فالخساره امام المريخ دي فما يفترض تخليك انت تنزل المباراه وانت خايف او انت مرعوب وانت مهتز. انا خسرت من المريخ، طبيعي انه اي فرقه امام هلال المريخ بتخسر بنسبه بسيطه جدا جدا، تكسب او تتعادل، ده اللي تعودنا عليه في الدوري. يعني فيفترض انها ما تاثر عليه في عناصر كويسه جدا جدا، وتوكل كولا وغيره 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 من العناصر المحترمه. الكوبر برضو يعني طاهر سادومبا، وده الخبره الكبيره في الفريق، في عناصر برضو شابه، في لاعب انس المهاجم اللي سجل واحد من اجمل اهداف الدوري الممتاز تاريخيا بالهدف اللي سجله في الخرطوم الوطني، حسب الناس اللي اتفرجت في المباراه، يعني زملاء اعزاء محترمين بنسخ فيهم بشكل كبير. طيب لايك وشير، لايك وشير لو سمحتم. نمشي لغمه الاسبوع الثاني في الدوري الممتاز، مباراة الغم الساعة 7:30، يعني هتكون بعد مباراة الهلال بساعة ونص، يعني ممكن تكون مباراة المريخ. ايوه ايوه فعلا اخواننا، انا نسيت ابو الجاز ومبارك سلمان. مبارك امير ابو الجاز لعب في الهلال، امير لعب، لكن امير ما لعب في الهلال كثير، يعني يمكن كل حياته في الخرطوم الوطني والان محسوب على الخرطوم الوطني. كابتن مبارك سلمان يعني ده برضه، خالد بخيت، مبارك سلمان، وكمال الشغيل برضه الان يتعاقد مع الامل عبره،
لكن بيتكلم عن المدربين الصاعدين. مبارك الآن بيعتبر من الفئة الأولى المدربين الكبار اللي هي بتضم برهان، بتضم مبارك، بتضم يعني الديبة، قدامهم كابتن مازة، كفاح صالح، ده جيل فوق. ويعني مبارك بخبرات يعني لأنه اعتزل من فتر وقت مبكر جدا. طيب نمشي للمريخ والخرطوم، غمة الأسبوع. غمة الأسبوع واحدة من مباراة الغمة في الدوري الممتاز، المريخ والخرطوم الوطني. مريخ اللي بيلعب بدون جهازه الفني بعد قرار الإدارة إنه يلعب الدوري بالصف الثاني، بيقوده كابتن إبراهيم حسين إبراهيمة وبدون مساعدين وبدون معاونين طبعا وبدون جهاز معاون، ومجموعة من اللاعبين الشباب اللي يعني موجودين في المريخ ويعتبروا صف ثاني بقيادة محمد المصطفى الصيني وغيره وغيره وغيره، حمزة داهود وكده. المريخ كسب لاعب جديد في مباراة بكرة، اللاعب الكاميروني الظهير الأيمن الكاميروني، واللي ظهر بشكل مميز جدا 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 في المعسكرات الإعدادية. كل الناس اللي اتفرجت على المريخ في مبارياته الإعدادية بتقول إنه المريخ كسب ظهير أيمن على مستوى عالي جدا جدا، كسب ظهير أيمن على مستوى عالي جدا جدا، ظهير أيمن على مستوى عالي جدا. ظهير أيمن ده بكرة حيبدأ أساسي وحيخلص المريخ من حتة التوليف. قال انه عنده انطلاقات وعنده مضرب قوي جدا، ويا من القطن الكاميروني دائما بنقول لما تجيب لاعب من فريق في افريقيا نسبه نجاحه موجوده وكبيره، فلاعب يعني نتمنى انه فعلا يبدا بدايه قويه ويشكل اضافه كبيره للمريخ، لان المريخ عانى معانا في خانه الباك اليمين من التوليف. يعني من بله جابر مشى، وبعد ذاك ليما، طبعا ليما كان ظهير ايسر تقريبا، فشغال توليف 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 البرازيلي ليما، ف لحد ما جه كورونجو برضو يعني كان في كلام حول أدائه، بالرغم انه شايف انه كان بيلعب مستويات كويسه ما بطاله كخيار وطني موجود، لكن الان يقال انه المريخ كسب ظهير ايمن على مستوى عالي، فده بيدي المريخ بكره دفعه كبيره جدا، لانه اخواننا الدوري السوداني ده عايز تكسب الدوري ظهيرين عصريين. ظهير أيمن مميز وعمقي دفاع على مستوى عالي، حيلعب الصين وحمزة داود، وظهير أيسر حيلعب طبنجة، وطبنجة في المباراة الماضية يعني ما كان بالشكل المطلوب. طبنجة محتاج دش ساخن يا إخواننا من الآخر، لاعب كويس طبنجة، لاعب مميز جدا جدا وعنده بنية رهيبة ولعب مباريات كبيرة، لكن لو لعب مباراة كبيرة تأكد أنه 10 مباريات حيكون نايم على الخط، نايم على الخط. يمكن الان الاول حيكون بخط خميس ده مؤكد حيلعب اساسي، بيبو خيار ثاني، احمد ادم خيار ثاني، لانه بخط خميس هجوميا ودفاعيا ممتاز، افضل ظهير ايسر في السودان بخط خميس. حتيجي تسال مين افضل ظهير ايسر في السودان؟ بخط خميس. فارس بيبو. طبنجه كل المستقبل عنده، لكن اللاعب ده بينوم، انا ما عارف اول ما يتالق ثاني يوم بتلقى كارثه. المباراه اللي فاتت يعني يجب انه يستفيد من الفرص، ولسه صغير في السن لكن يستفيد. اذا لم السنه اللي فاتت مشاركتك كانت اجباريه يا كابتن، الان انت ما اجباري، ما فيش حاجه اسمها لاعب سنه ولاعب غيره. مريخ فيه عناصر، يعني فريق المريخ ممتلئ بعناصر، يعني لو لقت استقرار اداري على مستوى ولقت جهاز فني على مستوى ولو احسن، يعني لو احسن المجلس اختيار مدرب على مستوى عالي، انا كنت حراهن على المريخ افريقيا على الاقل لحد دوري الثمانية، لكن بعد التخبط اللي حصل في موضوع الجهاز الفني ده ممكن يعني الامور تمشي، يعني خاص عظم الفريق في وفره في الدفاع في الهجوم، حتى اللاعبين سجلوا المريخ جداد يعني ما محتاج لهم يلعبوا اساسيين، ما محتاجين يعني الا يكون المهاجم راس الحرب او الظهير الايمن، لكن حتى ديل محتاجين كبدلاء لكن ما اساسيين. في وسط الملعب
في كولينا اللي كان نجم المباراة الماضية، وفي برضو خيار مميز تاج يعقوب وتكت، و اللاعب اللي تم خذ منه الحصري وجدي هندسه اول لاعب تم اختياره رسميا للمنتخب الوطني. خذ مني الحصري قولا واحدا، وجدي هندسه في قائمه المنتخب الوطني المعسكر التجمع بتاع شهري 3 حسب معلوماتي طبعا، الا اذا اصيب او غيره وانخفض مستواه، لكن تم وجدي لاعب بيجيد ربط الخطوط بشكل مميز، والافضل لاعب في السودان يلعب في المنطقه الخفيه بعد التيش طبعا، ويلعب الباص الخفي والسيرو باص ويصنع من العمق، ولو لعب ورا المهاجمين دائما تلقاه بيسجل. وجدي النسخه بتاعت الخرطوم الوطني ظهرت مع المريخ في مباريات قليله جدا، لكن المريخ وجدي ما ادى المريخ بالشكل المتوقع منه، لانه يا اخواننا المريخ ما فيه استغراق فني، كل يوم مدرب. هجوم المريخ كله بصم من المباراة الأولى، كله وضع بصمته من المباراة الأولى، محمد موسى الضي وحمزة أو عفوا جزولي نوح، وثالثهم في الغالب بكرة حيلعب السماني الصاوي. المريخ حيلعب 4-3-3، السماني الصاوي المباراة الماضية كان بتاع، فالمريخ يعني كاس ما سوبر يعني سوبر، الا اذا طبعا اتاثر بحته انه لا ديل اساسيين وديل احتياطيين وكده يعني، لكن التشكيله الموجوده تشكيله ممتلئه، كل اللعيبه نجوم. زرقه ما موجود، ومحمد المصطفى صعب يبدا اساسي لانه صراحه عندي خبر يعني ما متاكد منه بنسبه 100%، لكن خلينا نشوف بعد بكره المباراه، شوف نتاكد حقيقه الموضوع. ايوه عزام عادل ده اخواننا بكره في الغالب وحيكون اساسي يا عزام، او ممكن يبدا عزام والسماني ومحمد موسى الضي، وبعد ذاك الجزول ينزل في الشوط الثاني، لانه ما عنده لاعب في دكه البدل حيكون، لانه زرقه ما موجود في الكشف. ف ال 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 عزام عادل اخواننا لسه ما ادى المريخ، لانه ما في مدرب ادى صيغه ووظفه بشكل سليم. عزام ده لاعب فلتة عنده صيغه في نفسه ما عاديه. زمان انا كنت بتكلم عن الولد ده لما كان شفته مره في الشمال وطوالي الخرطوم الوطني شالوه، يعني يمكن الصديق محمد عطا فخري كابتن مدرب فريق الاهلي الفاشل يكلمنا عن الموضوع ده. لاعب عنده حلول كبيره جدا، عنده مرونه يمين شمال، يجيك من العمق بيسجل، اذا كشف المرمى بيسجل، يعني عنده ذكاء كبير. تشكيله المريخ صراحه دي التشكيله حتلعب بكره مميزه جدا. ايوه عبد الرؤوف، تكلمنا عن عبد الرؤوف كثير جدا. 10 عبد الرؤوف وجدي التش ده في السودان، لكن عبد وجدي ممكن يتفوق على عبد الرؤوف وعلى التش بالقوة البدنية، بدنيا قوي جدا يعني. بسم الله ما شاء الله، ما يقوم بكرة يتصاب أكون أنا السبب، بسم الله ما شاء الله. زرقة صعب، زرقة أخوانا ما تسمع أي حاجة، الكلام اللي قلت لكم أنا ولا تذاكر وراي، ما بيلعب إلا شهر 4 ولا في إمكانية للتصحيح، والكلام عن إنه شمس الدين نشر الخبر، لا الخبر طلع قبل شمس الدين، طلع في جروبات قبل شمس الدين، انا جبت تفاصيل فقط. صعب. طيب ده الخرطوم الوطني يا اخواننا فريق قوي، لكن كولينا برضو موجود ومتاح، تكلمنا عنه. كولينا لاعب تكتيكي من الطراز الرفيع، لاعب وسط تكتيكي من الطراز الرفيع، يعني محتاج مدرب يوظفه صح. ف نجي ل الخرطوم الوطني. الخرطوم الوطني فريق قوي جدا، دائما امام المريخ عكليت، فريق قدام المريخ عكليت رخم صعب، يعني المريخ من الصعوبه بمكان، دائما ما بيكسب الخرطوم الوطني بسهوله، ومباراه الخرطوم والمريخ الكفه بكل تاكيد تميل لصالح المريخ بخطوات وخطوات، لكن الخرطوم الوطني دائما بيقف ند قوي
للمريخ في كل مبارياته. لكن التعادل في المباراة الأولى والأداء بالرغم من أنه الفريق إعداديا كان بيكسب بما كسب الهلال نفسه كسب الهلال، لكن التعادل ممكن يكون محبط نوعا ما. ممكن يدي دوش ساخن خلي كابتن أحمد السيد يدي اللعيبة دوش ساخن جدا جدا. بنتمنى التوفيق. بيشة برضو خيار موجود يا أخواننا، محمد المصطفى خيار موجود في الدوري. بيشة دخل الشوط الثاني، أنا في رأيي أخواننا بيشة لاعب وسط من طراز فريد. بيشة ظلم كبير جدا في الهلال، والكلام ده أنا كنت بقوله في الهلال. فإذا بيشة تألق في المريخ ولعب بشكل أساسي وحجز مكانته الأساسية ده أنا ما بشكل لي بالنسبة لي عنصر مفاجئ. المفاجأة إنه بيشة ما ينجح مع المريخ. بيشة بعيد من اللعب التنافس لأنه فترة جلوسه في الدكة في الهلال كانت طويلة، لكن أهو بيتدرج. جهاز الفني في المريخ أخذ قرار إنه يتدرج. عندك الدوري، عندك أفريقيا. فإذا اللاعب امتلك عزيمة وامتلك روح وامتلك وثقته في نفسه رجعتني، صدقني بيشة أول لاعب هيختاروه في المنتخب وفي المريخ، وبعدها تشوفوا العشر الباقين زي ما كان في قصة خالد بخيت زمان. خالد بخيت تتذكروا أول لاعب بيختاروه مازة في المنتخب خالد بخيت، وقال لك بشوف العشر الباقين منه. في الهلال خالد بخيت وبشوف العشر أو عمر بخيت عفوا عمر بخيت والعشر الباقين منه. نفس الشيء الآن بالنسبة لبيشة. بيشة لو استعاد ثقته في نفسه نفس الشيء. نتوقع ايوه هو عنده حته كسل يعني صراحه، زي ما بعض التعليقات بيقول بيشة كسلان بيشة كسلان نوعا ما. فنتمنى التوفيق ان شاء الله لبيشة، نتمنى التوفيق للمريخ والخرطوم الوطني ويقدم مباراه كبيره. استاد جبل اولياء يعني يتوقع انه الحضور الجماهيري يكون فل 100% لانه في كميه كبيره من الجماهير، يعني اتوقع انه الاستاد يمتلئ من العصر لانه في جمهور كثير ماشي من الخرطوم وجمهور الجبل نفس الشيء. ف دخل المباراة الماضية تقريبا كان رقم كبير، الرئيس أمير حامد رئيس نادي رئيس اتحاد جبل أولياء، وحنشوف مع بتاع المريخ المباراة حتدي صيغة للاعبين دل وبرضو حتدي خيارات كبيرة جدا جدا للجهاز الفني في مباراته أمام صن داونز. إخواننا حتى ولو المريخ كسب بكرة ده ما بيعني انه قرار اللعب بالصف الثاني قرار صائب، كان قرار خطأ وكارثي. ونتمنى انه المريخ ما يدفع ثمن، واتمنى انه مدرب المريخ يكون مدرب شجاع لكلارك. والتشكيلة اللعبة دي اللعبة الدوري تتلعب فريقين، لانه الودي ما زي الدوري. انضم لها كرشوم، انضم لها بعض اللاعبين بتدي وعنده خيارات كثيرة جدا جدا. طيب نمشي لأخبار المريخ. المريخ اليوم عمل يا إخوان خطوة عظيمة جدا جدا جدا. برافو 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 مجلس المريخ بقيادة رئيس النادي حازم، وبرافو كابتن عادل أبو جريش. أيوة أنت غطتهم لكن بشيد بقول أنا ما عندي مشكلة شخصية يا إخوان، اللي بيكون صح بقول له صح، اللي بيكون غلط بقول له غلط. كابتن عادل أبو جريش اليوم وقع عقد الملابس، ودي خطوة ممتازة جدا جدا لأنه المريخ في الأربع سنين الفاتت دي كان مشلهت، آسف للكلمة، لكن كان لبسه أسوأ فريق لبس كان في أفريقيا في دوري أبطال أفريقيا المريخ بسبب كوارث سوداكالو واللي قبل سوداكالو. لكن الآن المريخ شركة تيمبو، شركة كبيرة جدا جدا من أكبر الشركات العالمية، ملبس عدد كبير من الفرق العالميه. لا تنسى الزمالك المصري يعني ملك الاناقه وسيد الزمالك المصري، فنفس الشركه دي ملبس الزمالك حتلبس المريخ. واليوم كابتن عادل ابو جريش وقع العقد، ويعني مبروك مجلس المريخ، مبروك رئيس النادي حازم، ومبروك كابتن عادل ابو جريش لانه وكل مجلس الاداره. دي خطوه محترمه جدا 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 وعظيمه جدا 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 انه تعمل الحاجة دي. وأنا قبل فترة كان انفردت بالكلام دي، قلت إنه شركة تيمبو دي خطوة يشكر عليها المجلس. وتاني بقول
برافو 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 مجلس المريخ، لأنه دي خطوة عملاقة وخطوة ممتازة، تتعاقد مع شركة كبيرة تلبسك، ونتمنى إنه اللبس ده يجي قبل المباراة الأفريقية. زي ما يعني الهلال أيضا يعني تعاقد مع شركة كبيرة إسبانية امبارح تكلمنا عنها، حيلبس بكرة الزي. نتمنى إنه المريخ يسهر في مباراته الأولى بنفس بتيمبو. ده حاجة، ده الصح يا اخوانا، دي خطوة عظيمة من مجلس إدارة نادي المريخ، والله يستحقوا على التصفيق. ودي رسالة يا اخوانا، رسالة لعشاق الاستهداف. أنا ما بستهدف حد يا اخوانا ولا عندي مشكلة شخصية. أنت صح، أنا بقول لك صح، في المريخ، في الهلال، في الاتحاد، في أهل شندي، في حي العرب برسونا، أنت غلط بقول لك غلط، ما بيفرق معاي، تاز والله تضرب راسك بالحيط ما بيفرق معاي. أنا شغلي شغلي نقد باحترام وبأدب وأخبار، ويمكن على الأخبار الحقيقية يلبي زعل، والخبر حقيقي أنت بتزعل ليه؟ ويجي واحد يعني الليلة في كم واحد كده رسلوا لي رسائل في الخاص وشتايم كده، وانت وتجيب اخبار محبطة يا عم. هو الخبر انا ما فارق معاي انه هو محبط او مفرح بالنسبة لك، ما طالما انه انا بديك اخبار مفرحة ده خبر. الخبر ده يا اخوانا ما بمزاجي ولا بمزاجك، الخبر هل هو صح ولا غلط؟ صح، برافو عليه، غلط بيجي بحتذر بكل شجاعة، وحق الجهة الآن إذا خبر غلط عنها تمشي تشتكي، قانون، والقانون دي شفت، واعتذر لك وكراعي في رقبتي، اعتذر لك وكراعي في وبكل أي خبر. الحمد لله طوال المسيرة المهنية يمكن مرات قليلة الواحد بيجيب خبر بيكون ما 100%، بطلع بعتذر بكل شجاعة، ما عندي أي غضاضة إنه أنا أعمل اعتذار، ما عندي أصلا. إذا جبت خبر غلط بعتذر لك على طول، لكن اخوانا الخبر ده ما بيخضع لمزاجك الخاص، ما بيخضع الخبر ده، لانه الخبر ده حتى لو ممكن يجي ناس يقول لك يا اخي انت ما تدس الخبر ده يا اخي، ما ده المريخ دس الخبر يا اخي غضغط، لا هيجي يوم ويطلع، هيجي يوم ويطلع. يعني اذا موضوع زرقة او موضوع المحترفين او مواضيع السيستم وغيره 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 بيطلع، ولا عندنا مشكلة مع أي حد. ده خبر قبلته أوكي، ما قبلته ما شرب من أي حتة، خبر خبر غلطني، قول أنت أبديت رأيك في كده ورأيك ده كان غلط أوكي معلش، لكن ما تناقشني في خبر ولا تزعل في خبر. والخبر الصح والله العظيم ما بتردد ولا بعرف أدس، لأنه الموضوع يقول لك يا أخي يا خل الطابق يا اخوانا، دار تمشي لقدام ودار تتطور، ايش دس خبر الصح اطلع اطلع. طيب ناخذ خبر، خبرين في المريخ اليوم، استلموا اقامه اللاعب الكاميروني، وده الصح يا اخوانا، برافو المدير التنفيذي لنادي المريخ الاخ مهند كمال، بذل مجهود كبير وجبار، وفي نفس اليوم طلعت اول يوم، وده الكلام النقد اللي بنوجهه، بذل مجهود مع عضو المجلس المحترم جدا واللي باذل مجهود كبير منير نبيل، خلص موضوع الإقامة. والموضوع ده ما كان لما شمس الدين، لما شمس الدين جاب خبر وقال لك انه اللاعب الكاميروني ما حيلعب مع المريخ، ما حيلعب مع المريخ وبطاقته ما استلموها، طبعا الناس انت وكان تديس وكان الموضوع ده يمر وعادي. يا اخوانا هي لائحة ولا كلام فارق؟ دي لائحة بتاع الدوري، لاعب ما عنده إقامة ما بيلعب، لو بقى بيشتكوك فيه وعلى طول، ما هو الفريق الثاني ده يا اخوانا ما ناس بيجوا ولا ما برضو عندهم اللائحة، بيجوا بيسألوا إقامة اللاعب ما في، بيشتكوك وين بطاقة، بيشتكوك يا اخوانا. من الافضل لك انه انا اجيب لك خبر وانبهك وقبل الفاس تقع في الراس، ولا تشرك اللاعب وبعد ذلك تكتشف انه غلط،
انا في الحاله دي افترض تيجي تقول لها شكرا، مش تيجي تشتمني وتقول ده مترصدنا وده مستهدفنا وبتاع وتضرب تلفونات للناس. لا يا عمي ما قاعد اخاف، معلش ما قاعد اخاف. حاجة دي هنا ما في الشغل ما في، بس بكل الموضوع يا اخواننا باختصار. غلط غلط، خبر 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 ده مقدس، غلط بعتذر لك. طيب نمشي في المريخ برضو، في لاعب خارج الكشف المريخي، كشف المريخ الافريقي، وموجود في كشف الفرق. بكرة تفاصيل اوفى عن الموضوع ده ان شاء الله. في لاعب هو جديد في كشف المريخ، و موجود في الكشف المحلي، الكورة اللي فاتت لعب تسجيله 100% وسليم وكده. اديني ده والله انا ما اعرف خبره، لانه داير ارد على بعض التعليقات. واحد قال لي يا اخي والله انت دمك تقيل، خلاص خليك في الكوره بس. وانا بمدح حسي يا شاطر، بمدح انا يا شاطر. والله اكتشفت اكتشاف عظيم خلاص. يعني في تعليقات كده وبتاع يعني. طيب سيفتين سيفتير يا اخوانا، يا اما هرب يا اما كمان تم بيعه. منتظرين تحرك مجلس المريخ في الموضوع ده، منتظرين تحرك مجلس المريخ في الموضوع ده. اولى كوارث سوداكا حسب موقع سبورت تاج اليوم ظهرت. يا اخوانا انا دارس، انتوا اللي بتطلع البيانات لسوداكا لنا يا اخي، يعني ممكن كل يوم بيان يا اخي. عيوننا دي ذات، انا والله ما قاعد اقرا صراحه، لكن انا في يا اخواننا اللي بتداولوا، يعني الواحد 600 واحد يرسل لك بيانات سوداكا يا اخوانا، انا ما بتعنيني في حاجه، دي بيانات فارقه ولا قيمه لها. والزول اللي بيكتب ده زول ما عنده موضوع، بيعمل له نفس موضوع او وبيحاول يتجدع انه هو فاهم قانون، وكل بيانات كلها تناقض، والمادة 17 ويجي يدخل لك ببحري ويمرق لك بحلة خمج حمد عفوا وكمية من الخمج، ويا عني بيانات كده عجيبة. اخوان الموضوع ده جيم اوفر، خلاص كفاك 4 سنة، كفاك تعال جرب تاني ان شاء الله بعد 4 سنة، ان شاء الله بعد 4 سنة، وان شاء الله كاس ما حتديك. فكل يوم كل يوم كل يوم بيان، كل يوم بيان. وبعدين لجمهور المريخ المحترم، جمهور المريخ المحترم، يا اخوانا البيانات دي لا قيمه لها، ما تشغلوا نفسكم بها كل دقيقه. كاس قالت لي وكاس سوت لي وكاس بتاع، سوداكال ده خسر 2 في كاس، الثالثه واقعه ان شاء الله، الثالثه ان شاء الله واقعه. و يعني قرارات اللجنه الثلاثيه في اتحاد الكره تكون سليمه، واللي مر خلصت كل سنه وانتم طيبين. اذا سوداكال ده رجع مسؤوليه مجلس المريخ يكون هسه الشرعي الان براسه حازم مصطفى، لكن خلاص كل سنه وانتم طيبين. المريخ افريقيا اخر خبر، وحنا في سؤال عن فاروق جبره، اخر خبر ممكن المريخ يلعب في استاد الهلال، ممكن كيف وازاي ننتظر رد الكاف. ايه ننتظر رد الكاف، لكن لحد الان المباراه في استاد السلام والكاف خاطئ. هي المده القانونيه صعب حسب القانون صعب نقول، لكن الكاف مرات برضو بيمشيك. بشكركم بشكركم كثير 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 جدا 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 جدا، وان شاء الله الدنيا تمشي بخير، وبكره نستمتع بالهلال ونستمتع بمباريات الدوري، ونلتقي ان شاء الله بكره بعد مباريات الدوري الممتاز. لايف الجمعه طويل وجميل يشبهكم ان شاء الله. تصبحوا على خير، مع السلامه.